وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم مجيدة. مجيدة تمثيلية اجتماعية في حلقات، أعدها للإذاعة دغمي حكم، إخراج حماد التونسي. الحلقة الخامسة. يمكن لك تعلميها وتعلمي حتى الركوب على الخيل. الركوب على الخيل؟ لا نخاف، ما نقدش. حتى حاجة ما هي صعبة، خصك غير تبداي تخرجي وتجولي وتعرفي على الاحباب. اش كانت من لي مسلسلات اذاعيه مغربيه وبالخصوص في الحدائق الغناء. انا كنعرف ان احسن ساعه عندك هي لما كتكون اخاي كتجول في حديقه هذا القصر. وانا كذلك ما عنديش ما اعز من المساريه في حديقه هذا القصر. انا متاكده انني عمرني ما نمل، خصوصا وان البحر قريب من هنا، هو يمكن الإنسان يبدل فيه الجو في الأيام اللي كتكون فيه الشمس حارة. متفائلة بزاف يا سلوى، أنا اللي خلقيت هنا وتربيت ما نعقلش على راسي شي نهار عمت هنا، لأن هاد الجهة قريبة لنا كلها حجر. أياك وكان السباحة مأمونة فيه؟ خصنا نتغدى وخلاص، بارك علينا من هاد الهضرة الزايدة، رانا الوحدة حسب المكانة. ديك المكانة عمرها ما كتقبض التحقيق. لا واه سوريا، هادي مدة وهي قبضة التحقيق. سيدي حميد. الغدارة موجودة. ايه والحمد لله على سلامتنا. يا نوض سيدي نوض، يلا نمشيو نغسلو يدينا نوض. باغي سيرو نتوما الرجال، ها حنا خالطين عليكم انا وسلوى. بسم الله. كيظهر عليك مازال صغيرة واصغر حتى من اللي قال لي خاي. واش كتعرفي شحال ديال الفرق بيناتكم في السنين؟ ما كيهمنيش الفرق اللي بيناتنا في السنين. ما تواخدنيش يا اختي، ما تواخدنيش على هاد الكلام. انا غيتي هي نطمئن على خاي واش كتحبيه. عندك الحق ما تجاوبينيش، انا مقدره شعورك، ربما غادي تضايقي مني ولكن سامحيني. انا في الواقع كنهنيك من كل قلبي، هادي مده ما شفت خاي ضحك وفرحان بحال اليوم. عام هذا وحنا مقلقين عليه، وبلا شك في بالك كل موقع. مشاو الرجال خرجوا الحديقة. خلاص غير سالوا بالغدا خرجوا وخلونا وحدينا. قال لي حميد نخلطوا عليهم تشاي يشرب كاس داتاي تما. سبحان الله ما عنده شي ما اعز من هاد الحديقة. بلا شكرهم كينتظرونا، يلا يمشيو لعندهم، خلينا غير هنا احسن، الجو بارد. كيف تبغي محلك هذا. انا فرحانة يا اختي سلوى، وكنتمنى تكوني سعيدة في حياتك الزوجية. اتمنى لك الخير. ما نخبيش عليك، لما خبرني خاي بأنه تعرف على شابة جميلة ظنيت أنك غادي تكوني عصرية وعلى بال من تقاليدنا الاجتماعية، ولكن لما دخلت علينا قبيلة وجدت العكس. مسكين خاي، دازت عليه أوقات صعيبة اللي كنت منه هو تستطيع تنسيه في اللي فات. غادي نعمل جهدي. طب أنا وخاي حميد الأخلاق والطباع ديالنا مختلفين تماما، أنا مثلا صريحة والحاجة اللي في قلبي كتظهر على وجهي، ولكن خاي بالعكس، وخا كيكون مقلق ما كيظهر عليه والو، دائما هادئ وحتى حد ما كيعرف شنو تحت راسو. انا مثلا لما كنفقد اعصابي كنطور وكنغوت ومن بعد كننسى كل شيء، اما خاي كيصبر بزاف وما كيفقد السيطرة على اعصابه الا مرة او جوج في السنة، ولما كتصيبو هاد الحالة ما كيبقى يشعر حتى بشي واحد قدامه. بلق انت تبارك الله عليك شابه وهادئه وما كنظنوش غادي يفقد اعصابه محك. ثقي انني غادي نعمل كل ما في جهدي باش يكون دائما على خاطره. هذا هو المضمون فيك، وخصك يا اختي تبداي تعتني شويه براسك. دابا مثلا شعرك مالك مخليه هكذا يا طويل؟ انا في نظري لو كان ضفرتيه بحال هكذا يمكن يجي معك حسن. ارا نشوف. لا 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 ما جا شي معاك هكذا، كيف كان احسن. عمره ما قال لك على شعرك؟ لا عمره ما قال لي عليه حتى حاجه. شريتي شي حوايج لما كنتي في شهر العسل؟ لا حميد كان مزروب وما كانش عنده الوقت، ولكن حتى حاجه ما هي بعيده. كيبان عليك انك كاع ما كتهتمي بلباسك. بالعكس انا كنحب الاشياء الجميله، اللي كانوا كينقصوا لي هما الفلوس. ولكن لما كنتوا ماجين
علاش ما درتيش تمشي في طنجة شي اسبوع ويشري لك اللي بغيتي؟ هذه ما ماشي طبيعته. ولكن من النهار اللي عرفته عمرني ما شعرت به انه اهتم بالحواج اللي كنلبس. ياه غريب، ظهر عليه تغير في هذه الايام الاخرى. يمكن انت غادي تلاحظي هاد المسائل اكثر مني. اجي اين جناح سكنتي؟ سكننا في الجناح الشرقي. علاش؟ هذه الرغبه ديال حميد. وكمزه كيف دايره معاك؟ اللي كاين هو ان الشوفات ديالها كيخلعوني. وما كتحاوليش تقربي منها؟ بلا شك في الايام الاولى غادي تكون متضايقه منك. متضايقه مني؟ وعلاش؟ لانها كانت عندها مجيده احس من عينيها. اذا هذا هو السبب. لكن ما تديش عليها، مع الايام غادي تصبح طبيعيه معاك. هذا ما كان امل. سامحيني يا اختي سلوى لنكون ضيقتك ببعض الاسئله وبعض الكلام اللي ما كانش من حقي نقوله لك. حاشا حتى نضيق منك، انا كنعتبرك اكثر من اختي. حتى انا وان كان كما قلت قبيله راني ما وجدتك شيء كما كنت متوقع، وبصراحه فرق كبير بينك وبين مجد. هذا دريس وحميد ماجين، بلاش كتعطلنا عليهم. طويل هذا، طويل هذا بيناتكم. ايوا كتعرف العيالات لما كيتلاقاو سوريا هذا الوقت. على شحال هادي؟ هادي الربعه. ايه الوقت دغيا داز. قولي لي سوريا اش اخبار جدتي؟ هاليوم كلها وهي كتهترف بك. حشوم عليك اخاي، شحال هادي ما زرتيها؟ ايه هو غير السفر وكانوا. واه شوف خصك تجي تشوفها. ايه ان شاء الله ان شاء الله. اي والله هنيكم هاد الساعه نتلاقاو في ساعه افضل. الو الو سلوى، شكون اللي كيسال عليها؟ انا زهره. شكون هي زهره؟ ولاش هاد السؤال؟ قول لها ما زهره وصافي. واخا لاله، هي دابا في الحديقه مع السي حميد، الا كان الامر مستعجل نعيط لها. لا ما كاين لاش تعيط لها، سلمي عليها من عندي وقولي لها امك زهره كلمات لك التليفون، وراها في القريب ان شاء الله غادي تجي لعندك تشوفك وتعملها لك مفاجاه بلا اعلام. واخا لاله. بلاتي بلاتي، الو شكون انت اللي كتكلمي معايا؟ انا كنزه المكلفه بالخدمات هذا القصر الزهور. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. حميد. نعم. كيعجبك شعري؟ شعرك بالطبع كيعجبني، ولكن علاش هذا السؤال؟ انا غير بغيت نعرف. سؤال غريب هذا. هذا بلاك تبعنا. ظهر عليك البأمين وحارس ممتاز حميد. لين كيدي هذا الممر؟ هذا الممر كيوصل للواد، وهذا الممر اللي خلينا على اليمين كيوصل لواحد البيت مهجور في جنب البحر، مخبين فيه مركب خاص بالنزهة. ايوا زيد مالك وقفتي؟ كنظن نرجعو بحالنا، السما بدات كتظلام وماشي بعيد تنزل الشتا. ولكن انا بغيت نشوف البحر حتى المره اخرى. وفين هو بلاك؟ بلاك ربما يكون رجع. ما ظنيتش عاد دابا هو فوق ديك الصخره. بلاك بلاك ياك ما خصيه يتلف. الصوت ديالو ما جاي من هاد الجهه. بلاك ارجعي ارجعي، فين غاديه؟ بلاك ما تمشيش من ديك الطريق سلوى، ياك الامان في هاد الجهه. فين باغي تمشي؟ راه كيعرف الطريق هو. سلوى ما كتسمعيش؟ علاش تقلق وما بغاش يجي معايا؟ لابد انه كاين شي سر، وانا لازمني ما نعرف هذا السر. عندك يكون هذا المكان ماشي مأمون. شكون هذاك اللي في جنب البحر؟ وقيل صياد. وهذاك البيت ياك ما هو اللي قال لي عليه حميد كيخبيو فيه مركب خاص بالنزهة؟ ماشي بعيد، نمشي نشوف ونطلع عليه. الباب مفتوح، غريب كأنه مسكون. فراش ديال النعاس
مقابل وكتب. واش داك الصياد ساكن هنا؟ ما نعرف. هذا باب اخر. وهناك الادوات ديال البحر، حبال، مقاطيف، وهذه كره ديال الحديد، يمكن كيستعملوها في البحر بحال المراكب. نرجع في حالتي، ربما يكون داك الصياد مراقبني. اسيدي اسيدي، ما شفتش شي كلب كان هنا؟ تك دخلتي لذاك البيت؟ ايه، ولكن باذن ديال السي حميد. ديك المراه عمرها ما تعاود تدخل له. المراه؟ لانها غرقت في البحر، ما يمكنش تعاود ترجع له. ايه حقيقه ما يمكنش. جاي انا ما قلت والو ياك؟ ايه لا ما قلتي والو، وما عندك منين تخاف. لكن شنو كتعمل هنا؟ انا كان صيد. مرحبا بكم الصباح وانا هنا محبين المسلسلات الاذاعيه المغربيه. كان صيد الصداف. مع الاسف اللي ما صيدتي والو. الله يمنك. انا ما قلت والو. الى اللقاء معكم في الحلقه القادمه بحول الله.